ازيكم يا جماعه؟ النهارده الفيديو عشان انا جعان وعايز اكل شاورما. فيديو النهارده عن الشاورما السوري، وطبعا ذكرى الشاورما السوري ذكرى ايه مطاعم اكتوبر وحلاوه اكتوبر. خلينا نلف كده بقى ايه على المطاعم القديمه اللي بتعمل الشاورما السوري في اكتوبر. طبعا في اماكن كتيره بتعمل شاورما سوري دلوقتي، كل مطاعم تقريبا بتعمل الشاورما السوري. انا بفترض انه اصل المطاعم السوري او الشاورما السوري معنى صح. مين يا جماعه بيحب الشاورما السوري اكتر من الشاورما المصري؟ انا عن نفسي صراحه في شاورما اللحمه بحب الشاورما المصري، شاورما الفراخ احب السوري. ده رايي. لو حابين نعمل مره مقارنه كده عن الاثنين قولوا لنا رايكم في الكومنتات كده. في سؤال تاني بقى، هل الشاورما اوبشن هيلثي؟ انا بحس ان الشاورما ده اوبشن اختيار صحي صراحه. جعان مش عايز تعك قوي، هتعك بس مش قوي يعني. احنا جوعت يا جماعه والطريق واقف، مش عارف واقف ليه الحقيقه، زي ما انتم شايفين كده. واحد شاورما الاستاذ مهنا، قولوا لنا كده يا جماعه ايه الريكورد بتاعكم في الشاورما؟ في اكتر عدد سندوتشات كلتوها في حياتكم؟ انا بالنسبه لي في الشاورما الكايزر الصغيره دي 7 مثلا، ماكسيموم 8 يعني. السوري بتهيألي مش هيعدي الاثنين يعني. ممكن 2 شاورما وواحد مثلا بطاطس. في ناس بقى تحب تحط ايه؟ تحط الفرايز جوه الشاورما، يعني دي مدرسه برضه، مدرسه وليها احترامها يعني. احب استمتع كده بالشاورما لوحدها والبطاطس لوحدها. او سندوتش بطاطس بقى. اخيرا يا جماعه الاوردرات جت. هنبدا يا جماعه بابو علي الشامي. زوم اوت كده اهو. طبعا احنا جبنا ايه؟ مع كل ساندوتش التوميه بتاعته، عشان طبعا الشاورما السوري ما تكملش من غير ايه؟ التوميه. طب علي يا جماعه انا كنت بجيب عنده ساندوتش الفراخ ب 7 جنيه 2009 بالظبط، 7 جنيه او 8 جنيه. النهارده الساندوتش ب 25 جنيه بس، هو ارخص واحد فيهم كلهم. والتوميه بتاعته فري، طبق كبير جدا فري فوق الساندوتش عادي جدا. نبدا يا جماعه. طيب الساندوتش كبير، هو حاطط فيه توميه اوريدي. هحتاج مناديل، العيش حلو بس محتاج يعني يتحمص لنا زياده كده. حاطط فيه كميه خيار مش كتير قوي ومش قليل قوي. تعال بقى نجرب التوميه بتاعته. هو حاطط كميه توميه فيه بالانسد يعني. الله الله، تعالوا ندوق بقى كمان. طيب نخلي ابو علي ورا، نخش على اللي بعده. تاني واحد هو الحرمين. سعر الساندوتش 27 جنيه، مغلفه تغليفه كده ايه، فرق ال 2 جنيه. الراجل مكلف بيهم ايه؟ باكجنج يعني. طيب مبدئيا الساندوتش ايه؟ تحس ان هو ايه؟ طري كده شويه. تعالوا ندوق. حجمه اكبر شويه من بتاع ابو علي. طعم الشاورما عند ابو علي احسن. هنا ساندوتش طري بزياده كده. دو واحده كمان. ده شكله من جوه. هو مش حاطط توميه كتير. حاطط بس مش باينه قوي. لسه ما بنيش خيار لغايه دلوقتي. وتبلته ايه؟ ما هياش احسن حاجه لغايه دلوقتي. ابو علي يكسب. ابو علي انا ممكن اديله على السعر والجوده ممكن اديله 8 من 10 بصراحه. تعالى بقى ايه؟ ناخد واحد بالتوميه كده. ايوه كده اهو. التوميه بتاعته مش بطاله بس يعني لا، ده ممكن اديله 6 من 10 بالكتير يعني 5 6 من 10. وعلى فكره هو من زمان كده يعني، اعتقد انا فاكر ان الحرمين زمان برضه ما كانش احسن اختيار بالنسبه لي، كان دايما ابو علي يكسب. تالت مطعم معانا يا جماعه هو روستو. طبعا روستو ايه؟ شبح الاشباح. فتح في الخسر لوحده كمان 3 فروع وزايد برضه في كل حته. فلا الراجل متوسع، مدلع الكفر وبتاع وروست وحركات. الساندوتش طبعا باين ان هو اصغر شويه بس تعالوا ندوق بقى الطعم، لان هو ده ايه؟ ده الحكم بالنسبه لنا. سعر الساندوتش 27 برضه. بقيه المطاعم كلها 27 بس يعني الوحيد اللي كان ارخص هو ابو علي، الله يبارك له. طيب روست مبدئيا يكسب في تحميصه العيش. العيش متحمص كده، تحميصه حلوه. الحشو معقولة، ولا هي قليلة ولا هي كتير، معقولة يعني. هندوق بس بايت بالتومية عشان نحكم عليه ايه. التومية عند روستو برضه ب5 جنيه. ده حجم العلبة بتاعة التومية، زي علبة الزبادي كده، علبة الزبادي الكبيرة يعني. شكل التومية كده ايه؟ شكلها حلو، شكلها حلو.
حلو ايه، ناخد الشوال على الغطا دول. هوبا لا توميته بقى ايه حلوه، ملحها قليل مش مجزعك، مش حاده قوي. ممكن تاكل منها كميه، ده حلو حلو قوي. توميته روست لغايه دلوقتي تكسب صح. كتوميه اديها 10 على 10، والساندوتش اديله 7.5 8 بالكتير. لسه ابو علي في فرق شويه. النكست اللي بعده بركات، بركات يا جماعه ملك الحركات. الساندوتش بتاعه 27 جنيه، التوميه بتاعته ب 10 جنيه، مش عارف حاطط فيها ايه الحقيقه. نبدا بالساندوتش، حجمه معقول زي حجم تقريبا روستو. يا جماعه انا بحب بركات، تجربتي معاه في فاتت الشاورما كانت خطيره، بس اول مره اجرب الشاورما. طعم فراخ حلو جدا، العيش طري شويه بس مقبول. ساندوتش ناشف ما فيهوش توميه قوي جوه. تعالوا بقى نجرب التوميه بتاعته الغاليه دي، يمكن عشان كده توميته غاليه مثلا، بيقول لك هات التوميه وظبط الدنيا، مش عارف. هي التوميه حجمها معقول بس مش اللي ادفع فيها 10 جنيه. هوب يلا. التوميه بتاعته خطيره، حادقه شويه زياده عن اللي فاتت بتاعت روستو. لو انا اختار بين روستو وبين دي اختار بتاعت روستو، انا بحب الحاجات تبقى اهدى شويه في الملح والحرق والحدائق يعني. بس دي خطيره، اعتقد الشخص الافرج اللي هو عايز حاجه تبقى كده حرشه، لا دي جميله جدا صح. تستاهل 10 جنيه؟ لا مش 10 جنيه طبعا، مش ضعف السعر يعني. كتوميه ادي لها 9 من 10، هي حلوه لولا بس حته الملح الزياده دي اللي انا ما بحبهاش قوي، يعني كنت اديت لها 10 صراحه. والساندوتش ممكن اديله، اللحمه طعمها حلو بس الساندوتش على بعضه كده طري، واللحمه برده عايزه ايه تبقى يعني يحروقها شويه زياده، فبصراحه اديله 7 من 10. خش على النكست اللي بعده، الا وهو مطعم ست الشام. بقى بص بص الحركات، بص التوميه جايه معايا يا جماعه مخلل، لا ده كده شغل عادي كده ايه، دخل قلبي من قبل اي حاجه، وخسر قلبي بعد شكل الكفر بتاع الكيس الشيبسي ده، فاهم؟ تمام يعني. غالبا عينه، لو عجبتك تروح تاخد تاني. هو ده اصغر ساندوتش لغايه دلوقتي، ثمنه برضه 27 جنيه، ولكن الراجل محمص العيش كويس. تعالوا بقى ندوق ونشوف. والتوميه ب 5 جنيه. العيش متحمص كويس، كميه الفراخ محتاجه يزيد عن كده شويه يعني، لو شفته كده ايه ساندوتش رفيع كده اهو. لسه مش ملاحظ المخلل قوي، بس يمكن هو حاطط لك بره المخلل والتوميه. انا طلبت الشاورما والتوميه والمخلل، فهو لو ما طلبتوش هيبقى الساندوتش من غير مخلل تقريبا. تعالوا ندوب التوميه ونشوف. التوميه ب 5 جنيه، حجمها زي بتاعت روستو تقريبا. يابا ايوه يلا ننزل البول، يلا يلا اخر بهدله يا جماعه. الساندوتش حلو، طعمه حلو، بالتوميه حلو، توميته عاديه مش خطيره يعني. تتبيله الفراخ حلوه، كميتها قليله شويه فراخ، كان ممكن تبقى اكتر من كده، صغيره كده تحس ان هي ايه فتافيت شاورما كده. فا اوفر اول هدي الساندوتش الصراحه 7 من 10 مش اكتر من كده. هو يعني طعم الفراخ مش وحش، العيش حلو، بس هو حجم الساندوتش صغير شويه، حجم الفراخ جوه برده صغير شويه. فلو نتكلم على السعر، نبدا من ابو علي الشامي 25، بعد كده الباقي كله 27، التوميه بكله 5 ما عدا في بركات ب 10. انا رايي كترتيب طبعا ابو علي رقم 1، رقم 2 هروح لروستو، رقم 3 ممكن اروح لست الشام، رقم 4 بركات، رقم 5 الحرمين. رقم 5 الحرمين ليه؟ عشان الحرمين طعم الفراخ فيه ما كانش اللي هو بالنسبه لي يعني. انا في الاخر انت بتاكل شاورما فراخ، فانت عايز طعم الشاورما فراخ تبقى حلو. دي تجربتي الشخصيه، ده كان دليلك الكامل لاكل الشاورما في اكتوبر. يا رب تكون بسطتوا الفيديو، انا حقيقة كنت جعان ومبسوط، بسطت جدا بالفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ظبطونا كده يا جماعه. نشوفكم في الفيديو اللي جاي، يلا سلام. طبعا اهم حاجه عشان ضميرك يبقى مرتاح، البيبسي الدايت طبعا كده تمام، ولا اي شاورما.